السلام عليكم طلاب، هذا الجزء الثالث من محاضرة بلود فلو. فبعد ما أخذنا معادلة القانون بوازيل والفلو ريت اوف بلود، معادلة برنولي، معادلة الاستمرارية اللي فهمها كان معقد لكن بسطناه بصور متحركة ومعادلات حتى فهم الموضوع بصورة أكثر. هسه كذلك من خاصية البلود فلو أيضا باسكال لو. شنو قانون باسكال؟ باسكال هو اللي طبق الضغط الخارجي يساوي الضغط الداخلي. external pressure is equal to internal pressure، الضغط الداخلي. مثلا الفيتوس enclosed in liquid sac، داخل الكيس السائل، انه هنا الضغط الخارجي يكون يساوي الى الضغوط الداخليه داخل الجنين. بهالشكل بهالمعنى صار، يعني هذا قانون باسكال. من خاصيه الدم ايضا، او من خاصيه الموائع، خاصيه الموائع هي السيرفس تنشن. شنو السيرفس تنشن؟ سيرفس تنشن للسائل هو عبارة عن قوة تماسك بين الجزيئات. يعني هسه نسأل سؤال، انه هل قوة تماسك بين الجزيئات، القوة بيناتها، النت فورسز بين between molecules of liquid is zero، net forces is zero when in the داخل الماء، بعمق الماء، لو على سطح الماء، داخل الماء النت فورسز تكون تساوي صفر. نلاحظ بهذا الجزء هسه اللي هنا، نلاحظ هذه الجزيئات المترابطة فيما بينها، النت فورسز مثلا هذه القوة للأسفل اللي تتماسك بالجزيئة للأسفل نفسها القوة اللي تتماسك ويا هاي الجزيئة الأعلى، وكذلك قوة تماسك مع الجزيئة اللي على اليمين هي تساوي القوة التماسك اللي على اليسار، فبهذا تكون محصلة القوة تساوي صفر، هاي بالأسفل. بينما قوة تماسك الجزيئات السائل على السطح net forces is not equal zero، ما تساوي صفر. ليش؟ لأنه فقط من هالجهة أكو تماسك بين الجزيئات للأسفل، للأعلى ماكو جزيئات تتماسك معها، لهذا يسموها تقوم بالشد، عملية الشد، الشد السطحي. مثلا نلاحظ يكون غشاء على السطح اللي يعمل more difficult to move an object، يعمل يكون هذا الشد يعني ما يسهل حركة بعض الأجسام، مثل بعوضة أو سقوط بعض الشيء على سطح الماء، يبقى يعاني من شد يسموه الشد السطحي، لأن تقوم جزيئات السائل بشد هذا الأوبجكت حتى تكمل القوة اللي بيناتها، قوة التماسك اللي بيناتها. أوكي، احنا خلي نفتهم السيرفس تنشن، مبدأ السيرفس تنشن، حتى من نروح للسيرفكتانت وعملية التنفس باللونج تكون سهلة. اكيد من خاصية الشد السطحي هي الكابيلاري اكشن، الانابيب الشعرية. الانابيب الشعرية هي قابلية السائل to flow in narrow spaces without assistance of، يعني بدون external force مثل الكرافيتي، يعني تدفق السائل في انابيب شعرية ضيقة ضد قوة الجذب الارضي. This spontaneous rising of liquid is the outcome of two opposing forces، قوتين، قوة تماسك وقوة تلاصق.
هو التماسك اللي هي من خاصية الزئبق الميركوري. نلاحظ هنا في هذا الوعاء الأول اللي هو عندنا الميركوري. إيش بي هذا الميركوري؟ بقوة تماسك cohesion forces is larger than adhesion force، يعني قوة تماسك بين الجزيئات فيما بينها أعلى من قوة تلاصق بين الجزيئات مع السطح الداخلي للجدار. هذا بالميركوري، بينما بالادهيشن بينما بالووتر تكون قوة تلاصق بين الجزيئات السائل والوعاء أكبر من قوة تماسك بين الجزيئات السائل فيما بينها. In water, adhesion forces is larger than cohesive forces. لهذا نلاحظ ارتفاع السائل بالأنابيب الشعرية، ارتفاع الماء بالأنابيب الشعرية. In thin glass. Okay. نلاحظ why the water water in glass tube is rising. ليش يرتفع against the gravity force؟ نجي على جذب الشد السطحي باللونج. أول شيء إحنا عندنا الكومباتيبلتي، يعني أكو توافق، يعني توافق في الرئة مع الشيست كافيتي، يعني حتى تتم عملية تنفس. لكن يجب أن تكون هناك بعض الشروط. أول شيء اللي هي capacity of lung tissue and the chest cavity، يعني أكو توافق بين نسيج الرئة وتجويف الصدر for stretch للتمدد، أكو توافق للتمدد. This depend on the degree of elasticity، يعتمد على درجة المرونة. لذلك أي عيب any defect in this elasticity، أي عيب بهاي المرونة مثلا fibrosis or problem in the chest cavity، شي يسوي radius compatibility، يقلل من فعاليتها من توافقها. الشغلة الثانية الضرورية اللي هي لها علاقة بالsurface tension اللي هي مادة surfactant pulmonary surfactant، مادة الشد الفعالة للشد السطحي. هذه المادة مادة الشد السطحي surfactant لازم موجودة بالرئة. ليش؟ احنا مو اخذنا الشد السطحي اللي هي معناتها قوة تماسك بين الجزيئات فيما بينها، يعني أن يكون النت قوة تماسك، هاي تتماسك ويا هذا الجزيء، هذا يتماسك ويا هذا الجزيء، هذا يتماسك ويا هذا الجزيء. أوكي، وجود مادة السيرفكتنت بالحويصلة الهوائية، هاي المادة هي عبارة عن ليبيد، هي عبارة عن ليبيد. أو عبارة عن بروتين شو تسوي هاي وجودها بالحويصلة الهوائية؟ هذا الليبيد حرسمها نقطة كبيرة، شو يسوي؟ يقلل من الشد السطحي، يقلل من هذا الشد، يقلل من الشد السطحي، يعني يقلل من قوة التماسك بين الجزيئات. أخذنا فكرة على السيرفكتنت، يقلل من قوة الشد السطحي، يقلل من قوة التماسك، ما يخليها متماسكة. أوكي، حتى نبدي من ننتقل، لاحظ هذه الصورة هنا، هاي الحويصلة الألفيولاي، هاي صورة للألفيولاي اللي يكون متبطنة بها مادة السيرفكتنت، مادة السيرفكتنت. أوكي، زين، لاحظ هذه الرئة بصورة متحركة اللي تحوي على
الحويصلات الهوائية. أوكي، هاي الألفيولاي. وفق قانون لابلاس، عندنا قانون لابلاس. شنو هذا قانون لابلاس؟ which indicate، أخذنا بازل، برنولي، باسكال، لابلاس. لابلاس إنه الضغط يتناسب طردي مع الشد السطحي. كل ما يكون أكو شد سطحي، يعني كل ما يكون أكو قوة تماسك بين الجزيئات. لاحظ هنا جزيئات الماء بالحويصلة، هاي جزيئات الماء راح تسوي شد سطحي. تريد تكمل تتماسك بيناتها، تتماسك بيناتها، تبدي الشد سطحي. فهيك حالة شو تسوي؟ تزيد الضغط. وفق قانون لابلاس تزيد الضغط. هاي شو وقت؟ لما يكون نصف القطر صغير. إذا عند نصف قطر صغير شبيهة الشد السطحي، surface tension is large. إذا surface tension هو صديق الضغط، الضغط يزداد. أوكي، هذا منو؟ لابلاس. Indicate that the pressure inside spherical structure such as alveoli is directly proportional to pressure. Is directly proportional to surface tension and inversely proportional to the radius. Okay. هاي يستمر هيك حالة. هذه حالة طبيعية إنه الراديوس صغير، surface tension كبير وضغط كبير. زين، إذا إجانا هواء للحويصلة الهوائية عبر الاير واي، عبر القصبة الهوائية، دخل لهذه الراديوس، هو بها ضغط، يدخل هواء هنا؟ لا، يخرج الهواء مباشرة إلى الحويصلة الأخرى. زين، هاي حالة طبيعية، تبقى هاي الحويصلة تستبعد من عملية التنفس. فشنو الحل بهيج حالة؟ نلاحظ هنا when air flow from them their diameter become smaller again. لاحظ هذا الرسم without surfactant. without surfactant لاحظ الحويصة رقم واحد، حطيتها لكم برقم واحد. شبيها pressure increase، انه نصف قطر صغير. اذا شي يصير هنا؟ surface tension كبير والضغط كبير. زين، الضغط هنا جدا كبير، حالة متوترة، نصف قطر صغير، ضغط كبير، شد سطحي كبير. فشي سوي؟ The air flow from them again in favor of the larger alveoli. رأسا لحتى الهواء اللي يجيها مننا، رأسا الهواء اللي يجي مننا ما يدخل، رأسا يخرج إلى الحويصلة الثانية. فشي يصير هنا؟ بلود جدا عالي على الحويصلة الثانية. إذا ما عندي يصير فافور ذا لارجر الفيولاي، تروح وين؟ على اللارجر الفيولاي اللي هي تكون نصف قطرها كبير والضغط بها صغير والسيرفس تنشن صغير. فتحاول تروح إلى الحويصلة الكبيرة، الحويصلة الأم، تترك الصغيرة مجرى التنفسي الهواء. فيصير اللود وين؟ على الألفيولاي 2. زين، هذه الحالة تستمر the series continuous until إلى أن هذا الخط الأحمر the small alveoli completely embedded into the large alveoli، لحد ما الحويصلة رقم واحد الصغيرة تماما تتفرغ من الهواء إلى الألفيولاي large، إلى الحويصلة الكبيرة. وهذه اتمين ذات لارج نمبر، وكل حويصلة صغيرة لح تستبعد من الهواء إلى الحويصلة الكبيرة، لهذا ما يحصل تبادل بالغازات.
وهاي الحالة لا تحدث في حالة الرئة الطبيعية at long is normal اللي تفرز مادة السيرفكتنت. long normal تفرز مادة السيرفكتنت. هذه بدون مادة سيرفكتنت يصير استبعاد للهواء وين بالويصلات اللي ما بيها ضغط. أوكي، هذه حالة مو طبيعية. وجود السيرفكتنت وضحتها لكم بهاي الصورة. والسيرفكتنت راديال سيرفس تنشن، لاحظ الالفيولاي 1، وجود مادة السيرفكتنت، وجود مادة الليبيد والبروتين اللي يقلل الشد السطحي، يعني يقلل الضغط، شد سطحي قليل. أوكي، ضغط قليل، تمام لحد الآن. ليش؟ بحيث أنه من يجي هواء عبر الأير واي يدخل للحويصلة الصغيرة، وبهالأثناء يدخل للحويصلة الكبيرة اللي هي الفيولاي 2. زين، إذن اثنيناتهم في حالة ضغط متساوي، P1 تساوي P2، الضغط صار ثابت. إذن الـ 1 will inflate لحا تسبب at faster rate than 2 لحد ما يتساوى الحجم، إلى أن تتساوى until equal in size، لهذا تصبح كلها in the equal size. لاحظ هنا شي يقول with surfactant radius the surface tension of alveoli so the pressure inside them degrees، لذلك داخل هشبي الضغط يقل، and there is no air flow which stabilize the size of small alveoli making it easier to inflate. يعني يصير عملية تنفس بشكل صحيح، هاي with surfactant. اوكي، نلاحظ هنا the condition can be understood in premature infants، يعني أطفال الخدج. لهذا الأطفال الخدج اللي يجي للدنيا في حال الشهر السابع أو الشهر الثامن، اللي في أو بعض الأطفال اللي يكون رئاتهم غير مكتملة يوضع في البريميتشر بالخدج. ليش؟ الهدف من هذا الشيء حتى يوضع بالبريميتشر، حتى شنو؟ in order to حتى تفرز مادة السيرفكتنت، إلى أن تبدي تتكون مادة السيرفكتنت. نعيد الكلام، في حالة هذا طفل الخدج مثلا، أول ما يتنفس تكون مادة السيرفكتنت هنا ما متكونة، تبدي تكون خاملة. هذه يعني هسه لاحظ هذه النورمال الفيولاي، انه اول ما يبدي ياخذ نفسه غير الـ الـ في يعني هنا تكون النورمال الفيولاي لو كانت اكو مادة السيرفكتنت رأسا تاخذ الرئة حجمها الطبيعي. اوكي، بحيث كلها تكون متساوية، الحويصلات الهوائية الصغيرة والكبيرة كلها تكون متساوية، الضغوط متساوية، وتتم عملية تنفس بشكل طبيعي. لكن في حالة إذا أخذ نفس الأول ما يجي للدنيا، أخذ نفس ما قدر، معناتها مادة السيرفكتنت ما متكونة. فشي يصير هنا بالحويصلات الصغيرة، العملية نفسها حصير اللي حكيناها قاعدة لابلاس، الضغط صغير، الضغط كبير، السيرفس تنشن يصير كبير،
تستنفذ الهواء اللي يمر بيها إلى الحويصلة الأخرى. هاي الحويصلة الصغيرة يصير كولابس، تنهار، يصير بيها انهيار، ترد تروح على الهواء يستبعد إلى الحويصلة الأخرى. الحويصلة الأخرى الصغيرة اللي تستبعد الهواء إلى الكبيرة، يصير الثقل وين على الحويصلات. هذه حالة غير طبيعية، يصير أكثر الكولابس of الفيولاي، أكثر الفيولاي يصير بها كولابس انهيار. فبهذا يوضع في جهاز الخدج للهدف أنه حتى تكون تتكون مادة حتى تكون الميتشر، إلى أن تكون الميتشر enough to secrete، إلى أن تكون ناضجة السكريت، تفرز مادة السبستانسز أو السيرفكتانت إلى أن تكون ناضجة. حتى هاي السيرفكتانت شو تسوي؟ أنت تتكون مادة السيرفكتانت بالحويصلة الهوائية، تقلل من الشد السطحي، تقلل من الضغط بالحويصلات الصغيرة، بحيث يجي الهواء هنا يملي كل الحويصلات دون استثناء، دون أن يخرج الهواء من الصغيرة يروح للكبيرة. تأثير ضغط، ضغوط متساوية، حجوم متساوية، بتأثير مادة السيرفكتانت. أرجو أن يكون واضح طلاب هذا الكلام عن مادة البلود فلو. شكرا لكم.